كم اولا كان قدم راسي ابو عونات رشيد مدير تقني لعصبه مراكش اسفي للدراجات وكذلك مدرب نادي الكوكب المراكشي اللي احنا حاضرين اليوم هنايا في مدينه القلعه للمشاركه في السباق الجهوي لمنظمه قلعه صرغنه. وبالنسبه للدراجات الحمد لله غادي في تطور مزيان، عندنا ابطال اللي هما باقيين ابطال شباب وغادي ان شاء الله نوجدوهم للمنتخب كالبطل اشرف الدغمي اللي يلا رجع من الجمهوريه المصريه، كان مشاركت معه في البطوله العربيه للمضمار وكذلك البطوله الافريقيه للمضمار اللي حصل فيهم على جوج ميداليات ذهبيه بالنسبه للبطوله العربيه وكذلك ميداليه فضيه وميداليه نحاسيه في البطوله الافريقيه، وهو من النجوم الصاعدين بالنسبه للمنتخب وبالنسبه لفريق الكوكب المراكشي، الشباب اللي غادي معولين عليهم في المنتخب في يعني في التور اللي جايين ان شاء الله كالتور دو ماروك، معولين عليه بزاف باش يحقق شي نتيجه في تود ماروك اللي غادي تنظم في شهر 4 ان شاء الله، وكنتمنوا له التوفيق لا هو ولا الابطال المغاربه كاملهم ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.